أهلا بكم أعزائي. في القناة قمنا بسؤال عن هل رياكت مفيدة من ناحية السيو للموقع، وهل توافق أم لا توافق. فكانت هناك بعض يعني الآراء، بعضهم يوافق بعضهم لا يوافق، بعضهم غير مهتم بالموضوع أو لا يعرف شيء عن الموضوع. فالغرض من هذا الفيديو هو توضيح وجهة نظري بهذا الموضوع، مع توضيح ذلك بشكل عملي، وهو أن رياكت تقدم زيرو سيو للموقع. في البث المباشر الأخير الذي قمت به تحدثت عن هذا الموضوع. ربما أضيف قسم البث المباشر توضيحي عن هذا الموضوع في نهاية هذا الفيديو، لكن قبل الذهاب لقسم البث المباشر الذي شرحته بالبث المباشر أود توضيح شيء ما. هنا لدينا موقع يقدم لنا فكرة أن الـ SEO Search Bot Simulator، والذي يقوم بهذا يعني يريك ماذا يرى جوجل بوت من الصفحة عندما يأتي لأرشفتها. يعني نحن اتفقنا أن الأرشفة تتم من خلال روبوتات الساحب، يعني تأتي بوتات، تأتي ما هي البوتات؟ هي برامج تأتي للصفحة وتأخذ منها معلومات إذا كانت مفيدة تؤرشفها بطريقة معينة. فإذا البداية بأرشفة المعلومات ماذا؟ هي أن يكون هنالك معلومات، هذه هي البداية. فإذا بداية الأرشفة أن يكون هنالك معلومات، فإذا يكون شيء موجود على الصفحة تراه بوتات الزحف، وتقوم بعد ذلك بتنقيحه وأرشفته معالجته إلى آخره. مثلا موقع WordPress.org، دعونا نرى موقع WordPress.org هنا. فإذا كتبت هنا WordPress.org مثلا، لاحظوا إذا هذا هو موقع WordPress.org. البشر هكذا يروه، نحن البشر هكذا نرى الموقع. لنرى البوتات الزحف كيف سترى هذا الموقع، فسأكتب هنا submit URL. فإذا لاحظوا كيف يرى الموقع، يرى أن هذا هو requested URL، يرى معلومات معينة عن السيرفر، ويرى التايتل للصفحة والindexable title. طبعا لاحظوا التايتل، ما هو التايتل؟ كلنا نعرف ما هو التايتل، لكن أريد أن أوضح فعليا ما هو التايتل. يعني إذا ذهبنا إلى أين هو التايتل؟ إذا هذا هو التايتل، إذا التايتل الذي يتم وضعه بتايتل تاج بهذا الشكل. إذا لاحظوا أن بوت الزحف هنا يرى هذا الشيء ويكتبه هنا. لاحظوا الكيوردز، لم يكتب WordPress keyword لكن لديه description. الديسكريبشن أيضا نفس القصة، مكتوب أو هنا عفوا، إذا قمنا بكتابة name يساوي description، فإذا ها هو، فإذا بوت الزحف أيضا سيرى، فإذا ها هو نفس الشيء، فإذا ممتاز. أيضا سيرى كلام مكتوب، هو هذا الكلام المكتوب هنا في هذه الصفحة، هذا سيراه بوت الزحف. أين هو؟ ها هو سيراه جيد ويضعه هنا. إذا هذا هو الـ indexable text، التكست الذي يمكن أن يتم indexing له. إذا ها هو، فإذا ممتاز. فإذا نحن فهمنا الآن الفكرة. فإذا الآن إذا أنا قمت، هذا بالنسبة لـ WordPress كمثال، WordPress.org. طيب ماذا لو كتبت مثلا موقع هنا، موقع React ليس موقع WordPress؟ أنا طبعا قمت ب إضافة هذا الموقع هنا، لاحظوا هذا موقع رياكت. طبعا أنا قمت بإنشاء، يعني ليس موقع، يعني مجرد مثال، يعني فكرة المثال. لاحظوا فيه أيضا رياكت راوتر دوم، فيه هلو I am Nowras، فيه مثلا سيف and ريلود، انتبهوا لهذه الكلمات. أيضا فيه مثلا go to word، مثلا سيذهب إلى هلو word، هلو يوتيوب سيذهب هلو يوتيوب. فإذا فيه عدة صفحات، هلو نورس سيذهب لهلو نورس. فإذا هذا موقع رياكت مبسط جدا. ماذا لو أنا قمت بإضافته هنا، بإضافة هذا الشيء هنا و submit URL. فلاحظوا لا يوجد تايتل، يمكن أن أضيف تايتل، أنا يمكن أن أضع تايتل برياكت، لا مشكلة. هذا يعني يمكن أن أضعها، أنا لم أضعها، الآن سأريكم كيف. لكن لاحظوا لا يوجد indexable text، لا يوجد، لم يقرأ مثلا، لم يقرأ هنا hello نورس، لم يقرأها، لم يراها، لم يقرأ save to and reload، هذا كله لم يرى، لم يرى go to youtube، go to نورس، هذا كله لم يرى، لم يرى شيء فعليا. فإذا هذا الشيء أنا شرحته بالبث المباشر أنه سيرى صفحة بيضاء مبدئيا. لماذا؟ لأن
رياكت تقوم بالبداية بالبدء بصفحة بيضاء، فإذا أين هو التيرمينال؟ فإذا نذهب للتيرمينال هنا أو للموقع الذي لدينا، فإذا هذا هو رياكت آب الذي قمت أنا بإنشائه. ها هو، وفعليا إذا ذهبنا إلى السورس جيد و فيم index مثلا دوت جي اس أم لا، لا أعرف، إذا لنرى. إذا ها هو، فإذا لاحظوا أن بداية React ماذا تفعل؟ تقوم ب create root بأخذ element اسمها root، فإذا React تبدأ فعليا بالزيرو HTML، وملف ال HTML فعليا الذي يراه تراه ربطات الزحف ب React هو ملف index، أعتقد هو ملف public هنا، تخرج من مجلد السورس ملف public وثم ملف index.html. فأي شيء أنا أضعه هنا بهذا الملف سترى فعلا ربطات الزحف، مثلا هنا لا يوجد تايتل، لو وضعت تايتل هنا سترى جيد جدا، لكن من ناحية ال HTML لاحظوا لا يوجد HTML، لا يوجد شيء فارغ، وبالتالي كان لدينا هنا ال indexable text. أين هو ال indexable text؟ لا يوجد شيء، لم يرها لو نورس، لم يرى شيء، لم يرى شيء على الإطلاق. طبعا بعض الأشخاص قال لي ما هو الحل لهذا الموضوع؟ الحل هو يعني بعض الأشخاص يقول لك استخدم سيرفر كومبوننت، لكن أعتقد يعني أنت تريد أن بالنهاية تحتاج أن تنتقل لنكست جي اس، انتقل لنكست جي اس، نكست جي اس فريم ورك سهل جدا ومبني على رياكت، فمعرفتك برياكت ستفيدك، ستتعلم أكثر بنكست جي اس عن أمور أكثر عن شيء خاص بالسيرفر ريندرينج و الكلاينت ريندرينج، لكن بالنهاية ستحل كل مشاكل السيو، خاصة أن نكست جي اس بنيت على أساس الاهتمام بالبرفورمانس يعني السرعة وتحميل الصفحة بشكل عام، وأيضا على أساس أن السيو تكون مناسبة، فنكست جي اس ستقدم لك يعني كثير من الفوائد بخصوص السيو أو الإيجابيات بخصوص السيو. وطبعا أنا لن أتحدث كثيرا لأني شرحت الكثير بالبث المباشر، وبالتالي سيطول الفيديو وسيكون هنالك فيه تكرار، فإذا هذه هي الفكرة العامة فقط. إذا أردت الاستمرار الآن يمكنك الآن مشاهدة فيديو قسم البث المباشر الذي شرحت فيه لماذا رياكت تقدم زيرو سيو. الذي يعمل على رياكت أنا أنصحكم بشدة الانتقال لنكس، والسبب سأقول السبب وننهي لأن الآن أصبح لدينا 3 ساعات. قلت السبب قبل قليل أن رياكت بالنسبة للمواقع زيرو سيو تقدم للموقع. ماذا يعني زيرو سيو للموقع؟ فدعوني أشرح لكم هذه الفكرة، سنفتح صفحة جديدة وأشرح لكم هذه الفكرة. كيف أفتح صفحة جديدة؟ فإذن مثلا أنت تكتب هنا كود رياكت جيد وتضعه في ملفات رياكت، هذا كود، أنت الكود الخاص بك واضح، عندما تقوم بتنفيذ هذا الكود بالمتصفح ترى مثلا صورة وكلام، فأنت تكون سعيد بهذا الإنجاز لأن الكود الذي كتبته أظهر صورة وكلام، وهذا شيء رائع فعليا. لكن ماذا يحدث على أرض الواقع؟ أن رياكت ماذا تفعل؟ فإذا بداية عندما يتم تحميل هذا الكود في المتصفح على أرض الواقع ليس في بيئة التطوير، في بيئة التطوير وأيضا على يعني في كل مكان نفس الطريقة، لكن تظهر هذه المشاكل عندما ترى تقوم بديبلويمنت للموقع أو ديبلويمنت للموقع أو أنت على البيئة الحقيقية للموقع تضعه أونلاين. فهذا الكود أنت ذهبت ووضعته أونلاين، ما الشيء الذي سيحدث؟ أول شيء عندما يتم تحميل هذا الكود ستكون هنا صفحة بيضاء blank لا شيء. لماذا؟ حتى يتم تحميل library java library react، لأن هذا الكود مبني على react، فإذن حتى يتم تحميل react، وأنت react ماذا تفعل فعليا؟ react أنت فعليا بال html الخاص بك بالصفحة ليس فيه أي شيء فعليا، لا يوجد فيه شيء، هذا هو ال html، وهنا ماذا يوجد؟ يوجد dev فيها id root، هذا فقط، هذا ال html الحقيقي للموقع. لكن رياكت ماذا تفعل؟ أن عندما يتم تحميل هذا ال HTML وتحميل جافا سكريبت رياكت تقوم بإنجكت لهذا الكود هنا. طبعا
طبعا هذا من اساسيات رياكت، من اساسيات عمل رياكت. فانت لما عندما تقوم بوضع الموقع اونلاين، التحميل الاول للصفحه سيظهر بلاك ابيض، صفحه بيضاء لا شيء. لماذا؟ لان جافا سكريبت لم يتم تحميلها بعد، وهذا لا يوجد به شيء فارغ، فهنا لن يظهر اي شيء للمستخدم. وليس هذه المشكله، المشكله ان عندما ياتي روبوتات الزحف من جوجل، تاتي روبوتات الزحف تريد ان ترى ما هو هذا الموقع. وهي حاليا قيمة الموقع بقيمة السيو الخاص به، يعني ليس من وجهة نظري لكن هكذا يعني حاليا هكذا السوق يفكر، أن قيمة الموقع، ما هي، ما عدد زوار الموقع، ما ترتيبه في محرك البحث، وكل الأشخاص يريد أن يصبح رقم واحد محرك البحث. هذا شيء مهم جدا. أغلب، إذا كنت تريد إنشاء موقع، أغلب عملائك سيهتمون لهذا الموضوع رقم واحد. فالشيء الذي سيحدث، ستأتي روبوتات الزحف هنا، روبوتات الزحف لن تحمل جافا سكريبت، وبالتالي ستبقى الصفحة بيضاء بالنسبة لمحرك البحث. ستأتي روبوتات الزحف وسترى صفحة بيضاء لأنها لا تحمل جافا سكريبت. وإذا جاءت ووجدت الصفحة بيضاء ستقول أن هذه الصفحة فارغة، لا يوجد بها شيء. ربما صفحتك جميلة جدا، فيها عنوان، فيها H1، فيها H2، فيها H3، فيها أشياء كثيرة، لكن روبوتات الزحف لن ترى ذلك، لن ترى إلا صفحة بيضاء. وفي هذه الحالة ما الذي سيحدث برأيكم؟ لن يكون لهذا الموقع سيو، زيرو، لن يكون له أي شيء، لأن محرك البحث لا يرى أي شيء من موقعك، زيرو، زيرو سيو. أنا أقول زيرو يعني زيرو وليس واحد، يعني أتمنى لو كان واحد، زيرو، لأنه لا يرى عنوان، لا يرى أي شيء. والآن قم بتجربة ذلك، قم بإنشاء تطبيق رياكت بسيط بسيط جدا، فيه صورة وفيه كلمة فقط، جملة وصورة، وقم بوضع عنوان لهذا التطبيق، وقم بوضع H1 لهذا التطبيق، وقم بوضع أشياء جميلة في هذا التطبيق، ثم قم بإكسبورت له كHTML، ارفع الHTML للسيرفر، واطلب من الجوجل، وقم بفحص سيو للموقع. ستجد أن الموقع ليس فيه H1، الموقع ليس فيه شيء، والجوجل لا يراه إلا صفحة بيضاء. لماذا؟ لأن بكل بساطة لا يتم تحميل جافا سكريبت بالنسبة لروبوتات الزحف. للبشر يتم تحميل جافا سكريبت، لا مشكلة مع البشر، لكن مع روبوتات الزحف لا ترى ذلك. ومن يقوم بأرشفة الموقع ليس البشر، روبوتات الزحف. وبالتالي الرياكت بالنسبة، يعني بعد التفكير، رياكت لا، إذا أردت أن تستخدم رياكت، تحب رياكت، تعجبك رياكت، تفضل رياكت، انتقل لنكست جي اس فورا. إلا في حالة واحدة، أنك أنت لا يهمك موضوع السيو أبدا. إذا كان موضوع السيو لا يهمك، فهذا يعني أن إذا موضوع السيو لا يهمك فلا مشكلة، يمكنك أن تستخدم رياكت. وبالرغم من ذلك، أن نكست جي اس تكون أفضل أيضا بهذه الحالة، لأنها لديها إمكانيات تساعدك بأشياء أخرى، تجعل كودك منظم أكثر من رياكت. أيضا نكست جي اس لديها ماذا؟ لديها طريقة للرندر كل الموقع على جهة السيرفر، هذا أيضا يساعد في performance الموقع إلى آخره. طبعا كمختصر، إذا أردت أن تقوم بإنشاء موقع داشبورد ليس عليه زوار، ليس له ترتيب بمحركات البحث، يعني موقع الداشبورد لا يحتاج أن يكون له ترتيب بمحرك البحث، لأنه فقط سيدخل إليه أشخاص محددون من لديهم صلاحية الدخول، وبالتالي لا يهم أن يكون له ترتيب في محرك البحث. فلا مشكلة استخدم رياكت، لكن إذا كنت تفكر بإنشاء موقع للزوار، موقع للعوام، فعليك أن تستخدم نكست جي اس بدلا من رياكت. واستخدام نكست جي اس سهل جدا، سهل جدا، سهل جدا، سهل جدا، صدقني سهل جدا، أسهل من رياكت. لأن مع رياكت عليك أن تستخدم مثلا للراوتينج، عليك أن تستخدم رياكت راوتر دوم، عليك أن تستخدم مثلا ريدوكس وكل هذه الأمور. بالنسبة لنكست جي اس لا داعي لاستخدامها، رياكت راوتر دوم متضمنة مع نكست جي اس، ويتم استخدامها بشكل أوتوماتيكي فقط من خلال إعادة هيكلة أو تسمية مجلداتك.